خوف من الرفض فيما يتعلق المشاعر بشكل غريب جدا، لأن احنا ما تعودنا أن نسبح في بحر المشاعر، ولذلك نعامل إما بالتجاهل أو بردة الفعل الباردة اللي هي فيس وانتهينا، أو التجاهل ما نرد، أو أجلكم الله كل تبن اللي هو السخرية، أو ولا عاد في نوع رابع شيفونيا. النوع الرابع واحدة كاتبة اسمها منى مرسلة في الجروب كلام جميل، أخواتها ورا بعض: منى اسم الله عليك أرمان لا تكون بتموتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة تصيب الناس، أنك إذا صرت تعبر عن مشاعرك يحسونك بتموت، يخافون. إيه والله، إذا صارت الجلسة حلوة قال الله مجعله خير في شيء بيصير يعني. ليه؟ مسألة ما تعودنا، بس ما تعودنا، ولذلك إحنا لا نورث الحب. البنت ما قد شافت أبوها يتعامل مع أمها بطريقة، وبالتالي ما تتعامل مع زوجها بهذه الطريقة، وما عاد نورث شيء، ونجوع عاطفيا فنقتات على موائد المادحين. ترى أي واحد يلعب علينا، أي واحد يقولنا كلمة حلوة، ما قد تعودنا، شيء مذهل يعني. لكن الممتلئ لا يمكن خلطه ولا يمكن رجه، الممتلئ لا يمكن خلطه، مليان ما تقدر تحط شيء، ولا يمكن رجه، ما يقدر أحد يلعب عليه، لأن أبوه وأمه مالين مشاعر وحب ومعطينا كل اللي يبغى. فهي الفكرة أن العلاقات سطحية ولا عميقة. إحنا في علاقاتنا مع الوالدين كثير مننا المفترض يكون عندنا، أنا يعني أنا من عمر 25 وفوق بديت أعرف أبوي على يعني، صار صديقي، صار أوه أبوي مرة طلع حبيب. شلون المعادلة كالتالي: إذا أنت على الحقائق، إذا أنت على الحقائق يعني أنا وأبو ضي مثلا أنا ما أعرفه، إذا ببني علاقة أولية أبدأ بإيش؟ ما أعرفه. واحد جنبك في الطائرة شو تسوي؟ إيش شلون تعرف؟ سواليف البايخة هذه حقت والله مراتبهم حلوة، والله حر، والله كذا. طيب وش هي هذه السواليف البايخة؟ اللي هي القواسم المشتركة، أن نبحث عن قاسم مشترك جغرافي نتكلم فيه: الجو، المكان، الخدمة المقدمة، والله سريعين، والله زحمة، والله الكافي هذا حلو، والله ما شاء الله من متى هذا الكافي. أنا توهقت توي يوم داخل هنا، دخل علي جزاه الله خير، ما أعرفه، بس اضطريت شو أسوي؟ أجيب معلومة من المكان، ما شاء الله وش الطراز هذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا حسيت اني ارتحت وكذا، كونت العلاقة الأولية. طيب أبغى أعمق معه، إيش أسوي؟ أنزل لمستوى الآراء، أبدأ أسأل عن آراءه ثم أتفاعل معها. طيب في الآراء يمكن يصير عكس رأيي وبالتالي تنتهي العلاقة، ما أقدر أعمق معه. الذكاء الاجتماعي إيش أسوي؟ أجي أرمي طعم، أقول يقولون، بعدين أعطي الرأي، تفاعل مع أتفاعل، رفضه أرفضه، فما يصطدم بي. الآن أنا بديت أدخل مع أعمق العلاقة مع أبو ضيب على مستوى الآراء. الأب الأم إذا تبغون تدخلون في تعميق علاقة، حتى لو أبوك أقشر وأمك كذا عصبية وما أدري إيش، شاورهم والله شهر، بس شهر، كل أسبوع شاورهم مرتين وشوف مستوى العلاقة. شوف شيء غريب، ترى الشورى معناها أنا أثق فيك، ترى الشورى معناها أنا محتاجك، ترى الشورى معناها أنت لك قيمة في حياتي، ترى لها معنى مو بسهل. يا أخي تروح أنت المسؤول كبير كذا جالس ومدري إيش وتقول، يقولك النظام ما يسمح، بس قل له: طيب محمد أنت شو رايك؟ شوف كيف يتغير، كيف يدلك على كيف تمشي الأمور هذه. بس عشان قلت له حولت العلاقة من علاقة سطحية إلى عمقتها شوي، قلت إيش رأيك؟ بس أمسك ولدك وشاوره، شاري جوال جديد عطه ولدك، تقول بابا شلون نسوي كذا، ماش أوف ما شاء الله، وتفاعل معه، مو بشاوره وسفه رأيه، لا شاوره وتفاعل مع رأيه. طيب تبي تعمق زيادة شو تسوي؟ اشتغل على الاهتمامات،
أجمل جلسة تجلسها معي عندما تحدثني عن اهتماماتي وليس اهتماماتك. أن تحدثني عن اهتماماتك أنا بمل، لكن تسألني عن اهتماماتي أنا سأتفاعل وأتفجر يعني حماسة. تبغى تعمق رح لأبوك شو اهتماماته اسأله تفاعل معها، أمك شو اهتماماته وتفاعل معها أظهر إعجابك. تبغى تزود العلاقة لا مش تفاعل في اللحظة هذه لا، ورح وبعدين أرسل له رسالة خاصة عن إعجابك بشيء جزئية معينة، أو تشتري أداة من الأدوات تساعده في اهتمامه، أو تعطي رابط أو مقطع فيديو عن اهتمامه، تعرف على ناس في نفس الاهتمام. أوه أنا عمقت العلاقة كذا. في قصة دائم أذكرها، قصة دورثي ديكسي الصحفية الأمريكية، لما أرادت أن تسأل أحد المساجين قالت له أنت كيف استطعت، تهمته كان متزوج 233 امرأة في أمريكا، فسألته قالت أنت كيف استطعت أن تخدع 233 امرأة بالزواج؟ قال سؤالك غلط، أنا ما خدعتهم. قالت كيف أسأل؟ قال سأليني كيف استطعت أن تقنع وليس تخدع 233 امرأة بالزواج. قالت أوكي كيف استطعت أن تقنع 233 امرأة بالزواج؟ قال كنت أحدث كل واحدة منهن عن نفسها واهتماماتها. نخطئ إحنا إذا جينا ننشئ أي علاقة مع الآخر أن إحنا نكلم عن اهتماماتنا وعن أنفسنا. نعم ممكن إحنا نتكلم عن أنفسنا، ممكن البنت لما تدخل شلة جديدة أو الشاب إذا جاي يدخل شلة جديدة إيش يسوي؟ إيش يبغى من الشلة الجديدة؟ يبغاهم يلفظونه ولا يحبونه؟ يحبونه أن يقبلونه. هو بيدخل شلة جديدة يبغاهم يتقبلونه. طيب يدخل بأدوات خاسرة كيف؟ تجي البنت تأخذ أحسن شنطة وأحسن قصة وأحسن ميك أب وأحسن مدري إيش، هي تظن أنها إذا حصلت على الإعجاب حصلت على القبول. لا، الإعجاب يصنع عداوات. لما تدخل أول ما تروح الله يأخذها شعرها حلو، بس الله يأخذها ما حبوها، لأن تميزك يشعرني بنقصي وأنا ما أحب اللي يشعرني بنقصي. لما تجي أنت تتعالم تتكلم كلمتين إنجليزي تبغانا نقبلك، إحنا ما نحب كذا، إحنا ما نحب كذا. ولذلك من يزرع الإعجاب لا يحصد الحب أبدا أبدا، لكن من يحبك سيعجبك. شوف الأم، شوف نعال أولادها الصغيرة، يعني تتحب حبهن معجبة وتراه، ودائما نسمع كل فتاة بأبيها لأنها تحبه. الحب يصنع إعجاب لكن الإعجاب لا يصنع حب. تفضلي أفصل. الإعجاب لا يصنع حب، ولذلك الإنسان يعجب بعدوه، يعجب بعدوه. ابن خلدون في مقولته الشهيرة أن المغلوب يتبع الغالب، أن المغلوب يتبع الغالب. فتجد أن الإعجاب ليس من لوازمه أن يحبك، لا، ممكن أكرهك لأنك مميزاتك شعرتني بالنقص وأنا أكره اللي يشعرني بالنقص، لكن الذي يحبك يعجبك. ولذلك أنا أراهن على الحب ما أراهن على الإعجاب. فإذا أبغى أحد يعجب فيني أتكلم عن نفسي وعن منجزاتي إذا أبغى يعجب فيني، إذا أبغى يحبني أتكلم عن نفسه هو ومنجزاته هو وأشعره هو أنه عظيم في نفسه. هذه فلسفتها، وهي صعبة يا جماعة. صعب أنك تسمع للآخر شيء أنت ما تحبه ولا تفهم فيه لا وتتفاعل، صعب. قاعدة مهمة جدا 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 تقول إذا كان الكلام مهارة، الكلام مهارة، كيف تتكلم وكيف 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 وكيف، إذا كان الكلام مهارة فالاستماع ماذا؟ مهارة؟ لا، وليس فن. إذا كان الكلام مهارة فإن الاستماع مروءة. ترى أدب الاستماع مروءة ليس مهارة. يجي واحد يقول أنا عندي ضعيف في الاستماع، ضعيف في الاستماع مدري إيش، وإذا جاء عند مديره ويقدم إجازة أحسن مستمع في العالم. أنا ما أستمع لولدي، أنت ما تحترم ولدك، ما تحترم احتياجات ولدك. أنا ما أعرف أستمع لأمي، أنت لا 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 تهمك أمك. إذا كانت تهمك أمك ستستمع لها.
ستستمع لها. الاستماع مروءة، الاستماع حسن خلق. أي تفضل. طيب بس عشان أكمل جزئية تعميق العلاقة وارجع لسؤالك، بس معها مايك ما يخالف. طيب احنا قلنا أول شيء الحقائق، وبعدين الآراء، وبعدين الاهتمامات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يا أبا عمير ما فعل النغير، يكلم الطفل يعلم يسأل عن اهتماماته. بعد الاهتمامات تبغى تتعمق، تعمق في المشكلات، تفاعل مع مشكلاته. إذا تفاعلت مع مشكلاته أنت الآن أسرت قلبه. تفاعل مع مشكلة، وليست تتفه مشكلاته، وليست تعطي محاضرات يوم كنت في عمرك، لا، أنت لا تحترم جرحي ولا تقدم نصائح. هنا جرحي لا تبخ عليه، ملتهب لا تعالجه، لا 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 سكنه، لا تقدم نصائح هنا، تفاعل مع مشكلته فقط. وإذا أردت أن تعمق أكثر تفاعل مع طموحه، مع أهدافه، مع الأهداف. وذلك أعظم قصة حب في القرآن بين من ومن؟ بين يوسف، حسنتي، يعقوب ويوسف، ابيضت عيني. بدأت بماذا القصة؟ بحلم. بحلم. هل وصلت مرحلة أنك حتى أحلامك تقولها لأمك وأبوك؟ هذا سؤال. ولا صرنا نخفي كل شيء وما نعلمهم شيء، والعلاقة بس نبغى نخلصها. أنا ذكرت لكم أنا في عمر 25 علاقتي بأبوي جدا سطحية، جدا سطحية. لما اشتغلت في وظيفة هو في نفس الوظيفة صار عندنا نفس الاهتمام، وبديت أقابل أصدقاء أبوي، أوه اكتشفت أبوي خطير، يقولون نكت وسخة، أوف أبوي صار يسوي مقالب، أوب 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 أوب. بعدين جاني واحد من أصدقاء أبوي قال قل لأبوك شو أخبار الأصبع؟ قلت لا توهقني. قال ما عليك ما عليك، وروح أقول لأبوي ويتغير وجهه وينحرج، من اللي قال لك؟ قلت والله ما أعرف شو معناها يبا. قال قل له شو أخبار الأذن؟ وأصير نقال علوم، وشي جميل. واكتشفت كذا أني صرت في الدائرة حقتهم، قهوة جي بس حلو أنا أجيب وأسوي. شفت أبوي الآن أقسم بجلال الله يا جماعة لا أجد أحد أقرب مني صديقا من أبي، قسما بالله ما كذا زعلان ولا يزعل عليه ما جيت متأخر يصور القهوة وينك. أبوي كبير ترى، أبوي فخر 70، يعني ما أقول لك والله شاب لا، بس أزعم أني نجحت أني أكون أضيف في سجل صداقاتي واحد اسمه بدر حسيني، استطعت. يا جماعة ترى هو مشوار، لا تتوقع أنك بتروح تقول لأبوك اليوم تقول آه شخبار الأصبع وبيصير صديقك. لا لا لا، هو مشوار، هو مشوار مشوار. وترى الطرف الثاني يمكن ما يتقبلك، مو لأن أبوك سيء، أبوك ما يعرف، حتى ما يعرف، وده بس ما يعرف. مسكت اليد هذه، بعدين صرنا خلاص نمسك يد بعض ونروح ونجي، وعادي جدا عادي جدا. يعني في واحد كويتي انحرق بيته، شب بيتهم حريق، وكانوا يا زوجته جوا، فدخل على زوجته ومسك يدها ويركضون، وهم يركضون زوجته تصيح وتضحك، تصيح وتضحك، تصيح وتضحك، وهو يجرجر فيها، وطلعوا برا وارتاحوا. مش فيك الهبلة؟ اذكر يلا احسب انها انهبلت. قالت لا 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 لا، احنا لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي؟ ايش الجفاف هذا يا معشر التماسيح؟ الوضع لازم قالت لازم يحترق بيتنا عشان تمسك يدي. طيب يعني الفكره هو قضيه في التعبير عن الحب، هو مشروع في تعاملك مع ابنائك، في تعاملك مع امك ابوك، مع أخوات، هو رحلة رحلة رحلة. تصبر عليها تصبر عليها تصبر عليها، والله ستزرع ثقافة. شفت أول ما تعطيهم مشاعر بيضحكون عليك، حلو، تذكر أنهم ما يعرفون يسبحون، بعدين يتجاهلون، حلو، أفضل بدأت الآن، بعدين صار يرسل قلب ما عاد يسخر، الآن بدأ يتقبل، بعدين الله لا يخليني منك
بعدين سيبادلك نفس المشاعر وتزرع ثقافة في الحب بإذن الله تعالى. يا جماعة الحب ليس ثقافة مسلسلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم والله لن تؤمنوا حتى تحابوا. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل تؤمن باختلاف الشخصيات والمعتقدات الجديدة، خاصة المصطلح الجديد اللي دارج الآن اللي هو الشخصية النرجسية، وهل لازم نتقبلها كما فسرت في الإعلام وخلاص نؤمن إن هذه الشخصية كذا وإحنا ضحاياها ونسلم الأمر؟ واختلاف شخصيات كثيرة، منها الشخصيات السامة اللي ذكرت عرشت عليها كذا على السريع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف تفك التعلق؟ يعني أنا مستشارة، أكثر حاجة أعانيها من النساء إنها اللي هو التعلق المرضي مع الزوج. هي لا تستمتع إلا بوجوده، سواء هذا الوجود كان ضار أو مفيد. فقط هذا السؤال. طيب الله يجزاكم خير. طيب السؤال، بالنسبة للسؤال الأول، أنا شغلني السؤال الثاني، إيش كان الأول؟ أي شخصيات؟ نعم، هل يوجد شخصيات؟ نعم، لا شك، لا شك، لا شك. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما تولى أمر خالدا، ولما تولى عمر رضي الله عنه عزل خالد وولى عبد الرحمن. يعلق ابن تيمية هنا يقول فولى اللين الشديد والشديد اللين. هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط، هذا نمط طبيعي جدا. لكن القاعدة يا جماعة باختصار ما يتعلق بالأنماط، الأنماط مدارس وكذا كذا كذا كذا، القاعدة البسيطة جدا في التعامل مع الناس على اختلافهم هي تعرف على من أمامك ثم عامله وفقا لهذه المعرفة. بس ترى بسيطة، تعرف على من أمامك ثم عامله بناء على هذه المعرفة. احنا مشكلتنا ان احنا نجرب الجهاز ويحترق، احنا ما تعرفنا عليه. اقرأ كتيب التشغيل وبعدين شغله يدوم معك، يدوم الجهاز سنوات معك. فانت الان هذا النمط ايا كان اسم هذا النمط، تعرف على من امامك ثم تعامل معه وفقا لهذه المعرفة. ما يحب المزح لا تمزح، ما يحب تتأخر عليه لا تتأخر عليه، ما يحب احد يلومه لا تلومه. اذا تبغى العلاقة تدوم، مرة أخرى كل علاقة لها فاتورة. عندك استعداد تدفع اشتري العلاقة، ما عندك استعداد اتركه حوله إلى معارف. إذن هل يوجد فروقات في الأنماط وكذا كذا؟ الجواب نعم، توجد فروقات في الأنماط، ومراعاتها أدوم للعلاقة، أو خلنا نقول تجعل العلاقة أكثر أو أقل تصادما واحتكاكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فكرة الترند هذه العلاقات السامة وما السامة وكذا، لا، هذا أول من سينكوي به هو من دعا إليه، لأن كل علاقة فيها أذى، كل علاقة فيها أذى، كل علاقة، بل أن أعمق العلاقات التي كانت في يوم ما مصدر متعتك ستكون في يوم ما مصدر ألمك، على الأقل عند رحيلها. إذا ماتت تفقد شيء كبير. ولذلك كان بعض العرب لا يعمق العلاقة خشية الفقد. يقول لا، ما أتحمل أنا أفقد واحد بهالحجم هذا، تدري لا تعطيها أكبر من حجمه، خلاص خله. فإحنا فكرة العلاقات، يعني الناس صارت تتداول مقولة عمر رضي الله عنه اعتزل ما يؤذيك، وحولت ما إلى من، صارت اعتزل من يؤذيك، لم تجلس حتى مع نفسك، حتى مع نفسك. كل الناس سيؤذونك، يؤذونك بماذا؟ بالمسؤولية، المسؤولية أذى، والأذى غير الضرر، هو أذى، يعني هو مسؤولية، هو كلفة. ولذلك الأصل أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى. في مخالطة معناه في أذى، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذه الحالة، وكنا نتكلم أنا أبو ضيع عن هذه، عن فكرة الفردانية، أن الواحد خلاص أنا
أي واحد يؤذيني بعتزل منه وأعتزل عنه وأتركه. لو إحنا أخذناها بالطراد كل واحد سيؤذيك أصلاً، كل واحد سيؤذيك، لأن تفسير كلمة الأذى صار وسيع جداً، لدرجة أن اللي خالفني في نوعية القهوة اللي باخذها يعكر مزاجي ويعطيني طاقة سلبية فتخلص منه، ما حد بيقعد معك. طيب وإذا ما قعد مع، إذا أنا اعتزلت هل أقدر أصير إنسان أعيش في عزلة؟ الجواب نعم، لكنك ستتآكل من الداخل. الإنسان اجتماعي بطبعه والعزلة تؤذيه جدا. ثم أن العزلة التي يذهب بها الإنسان وش من مضارها؟ في كلمة بديعة جدا للغزالي رحمة الله عليه، يتكلم عن الإنسان اللي دائم يجلس الحالة. طبعا اللي دائم يجلس الحالة أول شيء لا يستطيع تهذيب سلوكه. إيش معنى تهذيب؟ الآن الشجرة لما تتركها تسقيها إيش يصير لها؟ تنمو، تطلع فروعها كذا. فإذا جيت أنت تخليها جميلة شو تسوي؟ تهذب، ففي تدخل خارجي. ولذلك تشوفون الطفل اللي ما عنده أخوان وأهله ما يروحون كثير مثلا، يعني ما يخلطونه مع ناس، ما يتهذب، ما يعرف حتى، ما يعرف يأكل وسط مجموعة ويصير إنسان أناني، ما يعرف حدود الآخر، ما يعرف حدوده، ما يعرف. أحيانا الكبير بهذه الطريقة لما ينعزل أول شيء لا يهذب سلوكه، ما حد يقول له أنت غلط، ما حد يقول له. اثنين، وهذه الخطيرة، لما يعتاد الإنسان العزلة وتصبح سلوكياته تلقائية، المفترض أنه إذا كان في عزلة لسبب ما، لغربة، لطبيعة عمل، أيا كان، يجب أن يتعامل في عزلته كما لو كان بين الناس، بمعنى أن يكون ذوق في ملابسه ولو كان لوحده، أن يجلس جلسة محترمة ولو كان لوحده، أن يأكل بتهذيب ولو كان لوحده. ليه؟ يقول غزالي، وهنا نرجع لغزالي، كلمة جميلة، يقول على الإنسان أن يمارس، أن يتخذ حسن الخلق في عزلته حتى تكون سجية، لئلا تكون عند الناس كلفة، عشان ما يروح عند الناس يتصنع ويتعب. طيب أنا الآن متعود أجلس كما أريد وأنام وأقوم كما أريد، ما حد، ما في مسؤوليات، ما في مناسبات، ما في شيء، وآكل بالطريقة اللي أبغى، أخلط عباس على دواس على، أسوي اللي أبغى وآكل كما أبغى وألبس لبس مريح قبيح لكنه مريح، أسوي اللي أبغى. جيت عند الناس إيش يصير لهذا النظام؟ أحد أمرين، يا أصير زي كذا ويمجوني، فما رح أصير زي كذا، إيش أسوي؟ أتكلف الجلسة وتكلف الأكل وتكلف الكلام، هذه الكلفة واعية ولا غير واعية؟ لا واعية، كلفة، مرة مركز على نفسي. فإذا انتهيت من أي اجتماع لو كان ساعة أكون مرهق، فأكره الاجتماعات، أكرهها لأنها هي شينة؟ لا، لأنها مجهدة نفسيا، لأني أتصنع، فأنعزل أكثر، لأني في عزلتي أشغل حياتي على الطائر، على الطيار الإلكتروني، ألبس زي ما أبغى وأكل زي ما أبغى وأجلس زي ما أبغى. الغزالي يقول لا، حتى في عزلتك أنت راعي هذه الآداب، عشان إذا رحت هناك ما يكون في تكلف عند الاجتماع. فالعزلة سيئة نفسيا، سيئة، منهي عنها شرعا، الشيطان يتفرد في الإنسان في العزلة، أفكاره ما يقدر يهذبها، أفكاره لا تكون واضحة. يعني مثلا بعض الناس ينعزل بالقراءة مثلا، يقول أنا في خير، القراءة تصنع منك إنسان مثقف، والاجتماع بالناس يصنع منك إنسان واضح، للكلام اللي بتقوله لهم يبدأ يسألونك حتى تصبح الفكرة اللي فيها نتوءات، يكشطون هذه النتوءات يصبح كلامك واضح. بس قراءة كثيرة بدون لقاء مع الناس أفكارك كما هي صفحات الكتاب غير واضحة، تحتاج إلى شرح. مع الاجتماع تحسن معارفك، تحسن نفسيتك ومكانك الاجتماعية وقدرك عندهم وقدرك عند نفسك، وكثير من الأشياء اللي ممكن الإنسان يحصدها. إذن
أنماط الشخصية معرفتها مهمة، نعم مهمة، التعامل معها وفقا لما يصلح للناس، نعم، العزلة سيئة غاية في السوء، لا على مستوى الذنوب ولا على مستوى العيوب ولا على مستوى الترقي ولا على مستوى تزكية النفس ولا على مستوى الإنجاز ولا على مستوى المكانة الاجتماعية، كل هذا ليس من صالح الإنسان. نجي للتعلق، التعلق لن أجيب عليه لأنها حالات منزلة وصعب البت فيها، لكن سأقول ثلاثة أشياء. التعلق ثلاث أنواع: نوع مرضي، مرضي منشأه احتياج نفسي، فقد في الطفولة، هذا يحتاج طبيب، أو عفوا معالج نفسي، ما يحتاج طبيب. إما أن يكون مرضيا وغصب على الواحد، وإما أن يكون غرضيا، التعلق واضح الغرض منه، أو يكون عرضيا كذا، يعني جت فجأة وحبيت فجأة وتروح من نفسها. فإحنا ما ندري هل هو مرضي وله أدوات تعامل، هل هو عرضي وله أدوات تعامل، هل هو غرضي وله أدوات تعامل، ويختلف في مدته كم لهم وشدته، ما مقدار هذه الشدة. هذه التركيبة كلها تعطينا حل مختلف لكل حالة، فما نقدر نتكلم بشكل عام. حتى لو جبنا مثال، لأن الطرف الآخر المتعلق به مو موجود، فما نقدر نسأله، ما نقدر نتأكد، ما نقدر نشوف المدة، ما يعني شوي مختلف الوضع، لكن بشكل عام باختصار. نعم، نأخذ سؤال آخر. لا لا، بس إذا بشكل عام، التعلق مرض، شدة العلاقة مرض، لا أجر فيها ولا عوض، سيئة وتقصر عمر العلاقة، وهي قاتل صامت للعلاقات. من أرادت وأراد أن يديم علاقة ويجعلها تستمر أكثر يقلل ويسطح أكثر، إذا كان عميق مرة يسطح أكثر عشان تدوم علاقته. يعني نأخذ سؤال آخر. السلام عليكم. السلام، حياك الله أستاذ ياسر. الله يحييك. أولا أنا أبغى أبوح بمشاعري، أنا والله إني أحبك في الله، ترى يا بربس ما أعرف ترى يا شيخ. الله يحييك. الله يحييك يرفع قدرك. عندي سؤال. سم. هل أستطيع أقوي علاقة اثنين، مو أنا شخصيا، يعني اثنين أصدقاء أو أخوان أو حاجة زي كده، بينهم مشكلة ولا ما بينهم؟ ما هي بينهم مشكلة مرة، لكن إذا بينهم مشكلة بالكذب، وقد أباح لك الإسلام ذلك في إصلاح ذات البين، أن تنقل عن كل واحد يعني ما يسره عن الآخر، هذا يعني يصفي العلاقة. هل تستطيع؟ نعم تستطيع. أي نعم يا أستاذ. نعم تستطيع. طيب مثلا طرق يا أستاذ. طيب خليني أعطيك تفاصيل. أنا ما أحب أعطي جواب، أودي أعطي قواعد عامة، لأن الاستثناءات كل ينزلها على كيفه، بس القاعدة يأخذها بشكل عام. أول شيء عندنا إحنا كيف تتشكل المجموعات؟ المجموعة تتشكل، عندنا مجموعة أولية، تتشكل مجموعة أولية، مجموعة داعمة حاضنة تتقبلك بعيوبك وكل شيء مثل أسرتك وأنت صغير مثلا، ثم مجموعة ثانية ثانوية، مجموعة المدارس، ثم مجموعة ثالثة، مجموعات العمل، هذه مجموعات الزمالة والعمل تتشكل. أنت صديقي لأنك زميلي، ولو اخترته ما اخترتك أصلاً لو كنت يعني، بس أنت من أقدار الله عز وجل. من مجموعة ثالثة، مجموعة الرابعة، مجموعة الاهتمامات. أن نشكل العلاقات بناء على الاهتمامات، فكلما كانت اهتماماتنا أكثر كانت علاقاتنا أوسع. العلاقة بين اثنين دائما يقولون كن نصيب ولا تكن، تعرفون المثل هذا، كن نصيب ولا تكن ابن عم. طيب ليش؟ طبعا مشكلة صار النصيب هو ولد العم أصلا. طيب العرب بشكل عام في الصداقات، بشكل عام في الصداقات، الصداقات نوعين. ليش يقولون أقارب عقارب
ومدري إيش وتلقى الواحد أخوانه كثيرين بس يصادق أصدقاء غير أخوانه. دائما الصداقات اختيار والقرابة اضطرار. القرابة اضطرار. طيب أقوى العلاقات ما كانت بالاضطرار والاختيار. يعني عيال عمي واخترت منهم واحد، فالعلاقة بطبيعتها ابتداء اضطرار وأنا قويتها اختيار. جيد. فالآن العلاقة بين الاثنين هذه نسأل أنفسنا، هل هي اضطرار ولا اختيار ابتداء؟